بسم الله الرحمن الرحيم من المسائل المستحدثه استخدام وسائل منع الحمل وهذه الوسائل قسمان بعضها مؤقت يفعلون شيئا بحيث لا تحمل المراه لفتره ويمكنهم ان يعيدوا الحال الى ما كان عليه مثلا الاقراص تبلع حبوب حتى لا تحمل فتره وممكن تقطع هذه الاقراص فتعود وتحمل وبعضها لا يمنع الحمل نهائيا يعني ما في مجال أن تعود كما يسمى بالربط يقال هذا اللي يسموه ربط الآن هم ما يسوون عملية معينة يجرونها في الرحم اللي خلص بعد هذه المرأة ما فيها قابلية حمل مو ربط خيط وبعد شم يوم يرجون يفكوا يفكوا مو هالشكل خلاص الربطة الربطة أبد الآبدين زين هذه الأمور تجوز يجوز للمرأة أن تفعل شيئاً تمنع به الحمل قبل ما نتكلم بتفاصيلها أولاً هذا الشيء حسن على فرض قلنا يجوز تسوي شيء تمنع به الحمل هذا حسن لا الروايات والايات <applause> تتكلم عن الذريه وتكثيرها ما على احدكم ان يتزوج فيرزقه الله ذريه تثقل الأرض بلا إله إلا الله رأيت رواية بالي جدا جميلة مضمونها في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أكو آيتين بالقرآن وحدة خشية إملاق وحدة من إملاق الرواية اللي بالي مضمونها انه ان المقصود بقتل الاولاد هنا ان يعزل الرجل عن زوجته ما يخلي يصير مثلا انزال كذا حتى لا تحمل ليش يقول والله يصير عندي ذريه او يريد لهم مصرف كذا ما اقدر مثلا خوفا من الفقر يعزل الآية الكريمة تنهى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أو خشية إملاق وإلا مو مذكور لعله تاريخيا غير واضح أنه كان هناك أناس يقتلون فعلا عندهم أولاد جايين للدنيا ويقتلوهم لأجل الفقر وارد مذكور أنه كان يأد ابنته على أساس أنها لا تكبر وما أدري تسبى إلى آخره خشية العار مثلا أما لأجل الفقر يخاف ما عنده مصرف هذا نادر جدا فهذه الرواية تعطي معنى جميلا للآية أنه مو موجود طفل وقتله لا يفعل شيئا حتى لا يصير الطفل والعذره في ذلك انه ذولا يريد لهم مصرف والدنيا قاعد تغلى يوم عقب يوم ومن هالحكي هذا زين انت جيت للدنيا ما عندك شيء والله عز وجل رباك وكبرك والى اخره يعني الله عز وجل يترك هذا زين فهذا عمل غير حسن ان الانسان يقلل من الذريه يحاول ان لا يصير عنده يمنع مذموم وهناك كلمه كثيرا ما تتكرر كلمه سخيفه باستمرار يكرروها اناس انه يعني تصير يصيرون عندك اولاد وتقطهم بالشارع ترميهم بالشارع من قال لك قطهم بالشارع؟ قطهم بالحجره يمك اشوف فلوسك ما تقطها بالشارع ليش اولادك تقطهم بالشارع هاي الكلمه باستمرار يكرروها راحوا وردوا هذا يسوي اولاد ويقطهم بالشارع منو قال يعني انت روح سوي احصائيه اللي عنده سبعه ثمانيه والناس اللي عندهم واحد اثنين هل اللي عنده واحد واثنين حاطهم بالحجره مو بالشارع واللي عنده سبعه ثمانيه حاطهم بالشارع كلمه باطله كلام باطل هاي مثل كلمة إسرائيليات بعض الناس سامع له كلمة أي حديث ما عجبه قال هذا إسرائيليات أنت سأله شنو يعني إسرائيليات هو ما يدري ما يدريش سامع له كلمة أي حديث ما عجبه هذا إسرائيليات حقيقة ما يدرون أكثرهم لو تسأل أصلا هاي الكلمة شنو معناها ما يعرف يقول ها والله خل أروح أسأل أشوف يعني شنو كلام كلمة باطلة باستمرار تتكرر لأنه مو عاجبة الرواية كذا سماها إسرائيليات وهذه كلمة جاب عياله قطهم بالشارع لا ليش تقطهم بالشارع منو قال لك قطهم منو قال على كل حال كثرة النسل كثرة الذرية شيء مطلوب تناكحوا وتناسلوا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط هاي شنو معناها ولو بالسقط؟ لعل المقصود بها انه بعض الناس يقول والله انا ما اخلي زوجتي تحمل، ليش؟ يقول كل ما تحمل تطيح تسقط تسقط ما يكمل حملها، ما يخالف، خل تحمل وتسقط. هذا السقط يعد من ذرية النبي يعد من أمة النبي صلى الله عليه واله. فاني اباهي بكم الامم يوم القيامه ولو بالسقط خلي زوجتك تحمل عشرين مرة وتطيح عشرين مرة ولا تمنع ولو بالسقط هذا يعد من أمة النبي صلى الله عليه وآله على كل ما علينا الآن نريد نشوف يجوز لو ما يجوز الحكي هذا اللي مر كله الزين الأحسن والمؤحسن الآن نريد نشوف اللي يجوز والميجوز يجوز للمراه ان تستعمل شيئا يمنع الحمل موقتا اول شيء ناخذ الموقت بعدين نجي للدائم تستعمل حبوب اقراص بحيث اي وقت تغير رايها تقدر تقطع الاقراص وترجع تحمل يعني ما ازالت قوه الحمل وانما منعته مؤقتا ايه يجوز الجواب يجوز لانه لا دليل على التحريم آه عدم الدليل دليل العدم اصل البراءه كما يذكر في الفقه ما عندنا دليل على انه ما يجوز المراه تمنع الحمل زين هذا شيء راجع إليها أو إلى الرجل زوجها أو إلى كليهما إليها إليها يعني ما الارتباط بالزوج مو من حقوق الرجل لا نفيا ولا إثباتا يعني لو فرضنا الرجل يقولها أنا أريدش تحملين تقول لا ما أريد أحمل تبلع أقراص بالعكس الرجل يقول انا ما ارضى تحملين تقول له انت شكو انا ما اريد ابلع حبوب انا لا اريد ان ابلع يقول بلعي انا ما ارضى تقول لا ترضى هذا ليس من حقوق الرجل شلون الان لو واحد سالكم قال بالله ادن حقوق الزوج شو تقولوا له, له؟ تقولوا له, له الا تخرج زوجته من بيته الا باذنه والا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب هاي الرواية وألا تفعل المنفرات تنظف نفسها كذا بس هذه ثلاثة ثلاثة الأيام شي يقولون بالمثل بيض معدود بجراب مسدود ما أدري كذا يعني ثلاثة لا رابع لها ما تقدر تلقى لك شيء رابع واحد يقول والذرية ذريه مو من حقه من حقها هي كيفها تريد تبلع اقراص تبلع آه زين في بعض ازواج ما يعجبه يقوم يستعمل وياها القوه بالاطراقات يريد يمشيها بالضرب يجوز لا ما يجوز هذا مرتكب حرام مرتكب منكر اي ما تلبس حجاب السؤال اذا ما تلبس حجاب يقول يقولها لبس حجاب اي واذا تريد تشرب خمرها يقولها لا تشربين خمر وإذا زوجها راد يحلق لحيتها هم تقول لا تحلق لحيتك ما يصير وإذا راد ترك الصلاة يكون تأمره بالصلاة هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا مو مربوط بالزوج والزوجة كل الناس كل كل إنسان مكلف بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بس كحقوق زوجية ما في غير هذه الأمور اللي قلناها وأنتم فلو فرضنا الآن يقولها لا رغما عنك تبلعين حبوب لا ما لحق ما يجوز حرام رغما عنك لا تبلعين ما لحق هي كيفها أرادت أن تستعمل تستعمل الأقراص ما تريدهم كيفها الأمر راجع إليها أغلب فقهائنا يقولون هذا الكلام أنا شفت فقيه واحد اللي يجعل مسألة الذرية مربوطة بالرجل وهو الشيخ المرزى علي الغروي رحمه الله مرزى علي الغروي أحد العلماء الكبار من تلامذة السيد الخوئي كان عنده كاتب بعض تقريرات السيد الخوئي التنقيح هو كاتبه أو صار مرجع جاءته المرجعية عقب وفاة السيد الخوئي لكن أغلب الناس ما يعرفوا لأن مو مرجعية عامة ما خلوه قتلوه صار فترة مرجع فترة وجيزة بعدين أطلقت عليه النار في النجف وقتلوه شهيد رحمه الله فمرزع علي عالم عالم كبير شفت في رسالته أذكر بذاك الزمان قائل لا هذا من حق الرجل هو الرجل يقرر لكن اغلب فقهائنا ومنهم السيد الخوئي، السيد السيستاني قايلين هذه من حقوق المرأه هي كيفها تريد تستعمل حبوب ما تريد تستعمل، الزوج ما له حق يجبرها على شيء. زين هذا الفرض الاول. الفرض الثاني ان تمنع الحمل بشكل نهائي. تسوي شغلة عملية يسموها ربط الأيام يسموها ربط بحيث بعد ما فيها قابلية فتح يعني يقولها أنت تربطين يصير بعد شهرين ثلاثة ترحين يفك يزيلون الربط تقول لا بعد هذا إذا الربط قضي الأمر ما في مجال هذه فيها خلاف السيد الخوئي رحمه الله قايل ما يجوز السيد السيستاني قايل يجوز زين شنو هي القضيه بس مجرد اشاره الى البحث الفقهي هناك كلام في ان الانسان مر علينا قبل ليلتين ثلاثه لا يجوز له ان يقتل نفسه هذه اكيد ينتحر ما يجوز ولا يجوز له ان يقطع عضوا من اعضائه لسبب ما صارت له مشكله مثلا مالية السفن مالته غرقت فهو مقهور يقول راح اقص ايدي ورجلي ما دام السفينه غرقت ما يجوز نقول له هم سفنك راحت ام راح تروح الجهنم لان قصيت ايديك ورجليك ما يجوز زين لا يجوز له ان يفقد نفسه قوه من القوى مثلا يظل يضرب على عيونه نعوذ بالله عنده مصيبه داهيه دهماء يظل يلطم على عيونه يضرب يضرب الى ان عينه تعمه عينه موجوده كجهاز موجود لكن بعد ما يشوف هذا حرام ان يفعل شيئا يزيل بصره ان يفعل شيئا يزيل سمعه لسبب ما قال والله الناس كثير يستغيبون انا منزعج من كثره الغيبه راح حط إذا باذناته حتى بعد خلاص اذناه خربتا إلى إيه حق لا ما لحق عندهم غيبة قلهم إنهم عن المنكر قلهم لا تستغيبون شي يفيد تخلي نفسك ما تسمع قلهم إنهم عن المنكر زين فهذه قوة الحمل من القوة هذه إحدى القوى التي جعلها الله تعالى في المرأة فيها قوة حمل ترى حتى الرجل في قوة الإنجاب لو فرضنا رجل يروح على ايامهم يسوون بعضهم يقال عمليات يسووا عمليه لبعد ما ينجب ما ينجب يقطعون عرق معين كذا المفروض هم ما يجوز على فتوى السيد الخوئي ما يجوز لا المراه تسوي هالشكل شغله ولا الرجل لان هذه قوه من القوى ولا يجوز للانسان ان يفقد نفسه اياها السيد السيستاني مجوز طبعا عنده مستنده مستنده شنو ربما يرى انه مثل هالقوه منصرف عنها الدليل اي شيء كان مجوز ان المراه تفعل شيئا بحيث ينقطع عنها النسل بالكليه هناك قضيه ثالثه وهي نعم لا لا حتى لو ماكو ضرر السيد السيستاني يقول يجوز لها أن تفعل شيئا اللي بعد ما تحمل هناك قضية ثالثة وهي ما يسمى باللولب هذا اللولب بمشكلة بروحة إلى بي خاص به إن شاء الله يأتينا في الليلة المقبلة الله. i uh know -huh.